بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حديث اليوم عن المسجد. لن أتوسع كثيرا بالحديث عن المسجد، إنما سأتناول موضوع خراب المساجد. لست أنا الذي أتناول ذلك، ولكن رب العزة سبحانه وتعالى يعلم ما يغيظ أعداء الله في بيوت الله. ولذلك عهدنا أنهم يكثرون عليها الرقابة، ويحاولون بين الفينة والفينة أن يضغطوا على العاملين في المساجد من خطباء ومن مدرسين أن يذكروا أشياء تناسبهم، والله تبارك وتعالى لا يريد أن يدعى في بيوت الله أحدا غير الله. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وقال الله سبحانه وتعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله. من أظلم يعني لا أحد أظلم، لا أحد أشد ظلما، فهذا أكفر من الكفار. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. استدعيت من بعض الجهات منذ أشهر وذكرتهم بأن اقتحام بيوت الله وإهانة القرآن الكريم وإهانة الأئمة والمدرسين وضربهم وسيلان دمائهم هذا أمر خطير، فقالوا: نعم نحن لا نريد ذلك وقد نبهنا. قلنا: حسنا، وإذا بنا نجد الأمر بعد ذلك أشد خطرا، فبيوت الله تقذف بالقذائف من المدفعية والطائرات والصواريخ الراجمة، ويدعي بعض الناس أن الإرهابيين يفعلون ذلك. إذا كان إرهابيين يفعلون ذلك، نعم، فالجهة الرسمية هي التي تملك الطائرات والقاذفات، فهم الإرهابيون. وكثير من الناس لا يفهمون معنى الإرهاب، بل نحن نعيش في عصر الدجل، قلبوا معنى الإرهاب. صار الذي يدافع الفلسطيني الذي يدافع عن أرضه أو يتصدى لتجاوزات اليهود صار إرهابي. أما الدول والحكومات التي تقتل شعوبها وتعذب أفرادها بشتى أنواع التعذيب من أجل أن يخضعوا لها ولتسلطها، هؤلاء ليسوا إرهابيين. فما هو الإرهاب؟ الإرهاب أن تخيف الناس بأي وسيلة من وسائل الضغط والتخويف حتى يخضعوا لك. والله تبارك وتعالى أنزل الشرائع وأرسل الرسل ليخضع الناس لربهم لا لمخلوق مثلهم. ويقول سبحانه: لا أظلم. من أظلم؟ أي لا أحد أظلم. بعض الناس يزعمون أن هناك جماعات تكفيرية تكفر من يفعل ذلك. ليس هناك جماعات تكفيرية، ولكن هؤلاء الكفار الفجار الذين يعتدون على بيوت الله هم الذين أظهروا كفرهم بحيث ما يخفى على أحد، لا صغير ولا كبير. القرآن يوضح بوضوح: من أظلم، أي لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. شهدنا منع للناس من دخول المساجد حتى ما يساوي مظاهرات. إيش المظاهرات السلمية فيها شيء؟ هذا منع الناس من دخول مساجد الله. من يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها بتدميرها معنويا وماديا
خرابها معنويا عرفناه، وماديا شاهدناه أيضا، ولا نزال نشاهده حيث تستقصد بيوت الله بالقصف الرهيب. وقديما في عهد فرنسا، شيء على الهامش، الناس عندما يشتد القصف من فرنسا، وكانت قصف المدفعية تهدم جدار تهدم كذا فقط، كان الناس يحتمون في المساجد ويتجنب الفرنسيون ضرب بيوت الله. ولكن جاءنا من هم أكثر كفرا وأكثر احتلالا وأكثر طغيانا من الفرنسيين، الذين يتقصدون بيوت الله فيخربونها فوق رؤوس الناس فيها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن الأمة المسلمة في بلدنا الحبيب وفي سائر بلاد المسلمين، ليتحرر الجميع تحت راية لا إله إلا الله، أي لا خضوع إلا لله، وأن تكون المساجد لله فيها الحرية الكاملة لعباد الله أن يتلو فيها كلام الله ويعلم الناس دينهم ويبين نور الله حتى تستنير قلوب الناس إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.